مساء الخير عليكم مشاهدي قناة شوف تي في، ومرحبا بكم معنا من احد الاسواق الشعبية اللي كتعمر غير من العشية للعشية، اللي فيها البال، فيها الخضرة، فيها يعني كيجيو الناس يتقداو اي حاجه بغاوها من السوق الشعبي ديال الناس البسطاء، الناس اللي على قد الحال، الناس اللي المدخول ديالهم بسيط. كيجيو هنا كتكون الخضره شويه اقصى في الثمن، ملابس قديمه، محويج ديال البال، رغم انه جا في واحد البلاصه اللي خاصها شويه ديال التنقيه، لان يعني حدا الزباله، لكن الحمد لله الناس كتتمعش من هذا السوق هذا. غادي نشوفوا الاثمنه ديال الخضره، لان الخضره تيقول انهم السوق عيان، الاثمنه شويه الناس ما تيتقبلوهاش. غادي نشوفوا المطيشه، شحال وصل الثمن ديالها. السلام عليكم، كي داير؟ لاباس عليك؟ كلشي مزيان؟ شحال مطيشه؟ 80 ريال. 80 ريال كاين شويه اقبال ولا والو؟ شويه الناس ما عندهاش ضروره الناس ياك. ومني كتقول لهم 4 دراهم اش كيقولوا لك؟ ما تيتقبلهاش، كيقول لك نقص علينا شويه، راه قضيه عيانه الوقت. واخا شكون اللي مطلع الاثمنه ديال الثمن ديال السماطيش هذا الوقت؟ هذا تتقل طيبه بزاف. سمعتيني؟ شحال مطيشه؟ على حساب كتكون ما كاملاش في الطياب. تتقل 4 دراهم. تيقل فهمتي، تتقل في السوق كتكون قليله، داكشي علاش الثمن كيكون شويه طالع. هذا هو اللي ولو الخضر الاخرين شحال دايره؟ شحال واصله؟ بحال الفلفله والبنجال والخيار كاين شويه ثمن في مارشي. سيري 90 ريال كاين 110 ريال، وصلت 110 ريال. يعني الخضره غاليه شويه ديالها. طاطا اللي شويه، طاطا رخيصه شويه. الحمد لله. كي جاتكم الاثمنه ديال الخضره العيالات؟ ها؟ طالعة جاتكم غالية. طاطا اللي مزيانة، طاطا والبصلة، وبارا البرد هذا نيت باركة بطاطا والبصلة. البصلة البصلة راه 80 ريال. 80 80 80 ريال. لا لا كي جات الثمن ديال المطيشة؟ واختي شنقول لك، كله على حساب على حساب الجيب. على حساب الجيب. قضية مزيرة ديالها. مزيرة بزاف. ولمن كتحملوا المسؤولية؟ واش غنحملوا المسؤولية لما شكون كيتحمل المسؤوليه؟ يعني راه كل الله يكون في العون، واحد مصرف الغلا داكشي اللي كاين الحمد لله. واخا مول المطيشه قول لي، لمن كتحمل المسؤوليه ديال غلاء الاثمنه؟ ما نكذبش عليك، راه شي الخضره جايه من عند الفلاح غاليه. الفلاح راه هو اكبر متضرر، هو الفلاح. راه الناس اللي دوك التجار اللي تيبيعوا ويشريوا في اللي كيشريوا من عند الفلاح هما اللي كيغليوها، هما اللي تيلعبوا فيه الاثمنه ديال الخضره. وشنو تبغي تقول لهم التجار اللي كيغليو تيخليو الفلاح مضروب؟ رفعهم الدرويش، رفعهم الدرويش، راه انا ينعلوا الشيطان. انا تنبيع المطيشه والله الذي لا اله غيره، في هذا الوقت راه انت تجي من المراه عندي تبغي مطيشه تفوت جوج كيلو ديال المطيشه تتعلق، نقول لك خويا داك الشيء لا تخدم فيه، ما نقدر باش تمشي باش نمشي. راه انا تنوحل تابي نوحل في الدرهم ديال الخميره تنوحل فيها بعض المرات. كيلو طاطا نعطيك، كيلو ديال الطاطا تنوحل فيه بعد دقيقه. اها سير مرحبا. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، هادو هما الاثمنه ديال الخضره، الناس طالع عليهم الدم وكاعين. نقصوا عليهم شويه 80 ريال اختي، يعني حتى الناس اللي كيتقداو راهم طالع عليهم الدم. القضيه مزيره كيف ما قال السيد، ان الناس التجار اللي كيبيعوا ويشريو في الخضره اللي كيشريو من عند الفلاح هما اللي تيزيدوا في الاثمنه. فكنتمنى من المسؤولين يتدخلوا، ولا الميزانيات تكبر شويه ديال الدوله، يعاونوا المواطن، يعاونوا الشعب. او لا سيدي اه، شنو تبغي تقول للمسؤولين؟ حنا دابا في واحد مباشر على قناه شوف تي في، شنو تبغي تقول شي رساله؟ الله يهديهم علينا. اش بغيتيهم يوفروا لك انت كمواطن وجاي دابا تقدم مطيشه لوليداتك؟ يوفروا لنا غير هادشي ديال
ديال الخضار وديال الماكولات يصاوبوا الاثمنه. يصاوبوا الاثمنه وصافي. مثلا مطيشه شحال بغيتيها تكون؟ شحال بغيتي تقداها؟ هذاك بجوج دراهم. يعني هذا هو الجهد ديال المواطن البسيط. حد الاقصى ديالنا يعني 4 دراهم راه غاليه. 4 دراهم راه غاليه بالنسبه لي. هادي راه 4 دراهم اختي، 4 دراهم راه ماشي جوده. الدخل راه ماشي جوده. راه كاين 6 دراهم في المارش، هادي راه ماشي جوده. لا جوده. 4 دراهم راه ضعيفه. هادي راه ضعيفين. هادي راه ماشي جوده. 4 دراهم. انا تنبيع هاد الماطيشه 7 دراهم. يعني راه ناقصه في الجوده ديالها. ناقصه في التسجيل. شوف كي دايره، شوف صوري هذيك دايره ب 4 دراهم. شدي دابا ياكلوا الناس ب 4 دراهم، راه كيجي لها السوق ديال الشي. شحال خديتي على لا ديال الماطيشه؟ 120، ولكن الماطيشه هادي كي دايره ماشي شي ماطيشه. الماطيشه دايره 140 160. يعني ماطيشه مزيانه طالعه دايره 140 160. ماطيشه مزيانه هذا الديشي ديالها. راه انا تدوني انت تمشى على حساب على حساب الكليان ديال المواطن. غتجيب لي مطيشه ب 7 دراهم تبقى لك هنا. شو وسط كريتا عيرني عمر ب 80 كريتا يقول لي مطيشه 120 تيعيرني والله شحال من واحد عيرني. كيسحابوك انت زايد عليهم في الثمن 4 دراهم. واش زايد عليهم مسكين هو راه خاص هو راه دروي. 2000 في المول مطيشه. وبغينا نعرفوا الاثمنه ديال السوق شحال دايره. المواطن راه مضرور. جاتك مطيشه غاليه ولا رخيصه؟ غاليه. وراه علاش خايفين باش نوصلوا الصوت ديال الشعب، باش المسؤولين يعرفوا ان الشعب راه مضرور. راه الخضره كتجي غاليه. يعني هاد المطيشه ماشي شي كاليتي زوينه ودايره 4 دراهم. يعني قاصحه عليك غتاخديها دابا ما غتاخديش. ايوا هادشي علاش كنصوروا. الله يكون في العوانه مول المطيشه. الله يسهل عليك، الله يدير لك اللي فيها الخير. ايوا كتمشوا مشاهدي قناه شوف تيفي من وسط السوق الشعبي. يعني الاثمنه غاليه ديال الخضره ومطيشه دايره 4 دراهم يعني وكاليتي اللي ماشي زوينه. فكنتمنى الله يوقف مع الشعب ومع المواطن البسيط. لان الناس راه بسبب كورونا فقدت العمل ديالها، فقدت بزاف ديال الحوايج. كنتمنى من المسؤولين انهم يديروا حلول للمواطن البسيط راه كيتمحن حتى في القوت اليومي ديالو. المشاهدي قناه شوف تيفي غادي نودعكم في امان الله، ونلقاكم في مباشر اخر ان شاء الله.